عمرو أديب لقى إن الموجة اللي هو بيعملها عشان يطفش رأس المال ويخوف الناس في مصر ما نفعتش، فأستاذ عماد أديب أخوه عمل مقالة بيحاول يخوف الناس عن الاقتصاد والاقتصاد اللي هيحصل في مصر 2023 ونهاية العالم جاية وحاجات غريبة كده. فطبعا قناة ام بي سي مصر وبرنامج الحكاية، مش هو ده الاعلام العربي، ولا انتوا فاهمين اقتصاد واحنا مش فاهمين، ولا الشعوب العربية مش فاهمة، لأ كفاية تنقلوا معلومات غلط. أزمة الاقتصادية العالمية خلصت خلاص، مش باقي غير ان سعر البنزين غالي في اوروبا وامريكا وكندا، فبعض المنتجات اسعارها زادت، الناس تأقلمت على كده، زي ما سعر البنزين غالي في مصر شوية والناس تأقلمت وتأقلمت على كده والشغل مشي والدنيا مشيت بعديها. هل مصر وقعت؟ لا، هو برضو حاجة شبه كده، في أمريكا أوروبا وأمريكا الدنيا غليت، الناس كده اتزنقت في الفلوس شوية بعد كده ابتدوا يتأقلموا. لكن تيجي أي حد عايز يسافر أمريكا أوروبا أو كندا هيلاقي السياحة شغالة بشكل غير طبيعي، الفنادق المصانع الشركات بيعينوا موظفين جداد في كل الشركات والمصانع، فروع جديدة شركات جديدة بتفتح، السوق رجع زي الأول وأحسن، الناس شغالة، واللي عايز يلاقي شغل تاني في الوقت الفاضي أو في أجازته بيشتغل شغلانة تانية. فمينفعش أصور أجيب خبرين تلاتة من سي إن إن وأنشرهم في قناة إم بي سي مصر وأقول إيه ده، ده الدنيا الاقتصاد العالمي وقع خلاص والحق ومحدش هيستثمر فلوسه ومش عارفين بكرة فيه إيه. ده توجيه غلط مقصود اتعمل مرة واثنين وثلاثة من أستاذ عمرو أديب اللي أنا كنت بحبه، لكن ما دام سرح كده في قصة مش قصته أنا وغيري هنوقفه عند حده خلاص. ولو زودتها في السكة دي هنزودها احنا برضو، لأن الموضوع ابتدى يخش اللي أنا عايز أطفش رأس المال من مصر وأخوف المصريين وأخوف المستثمرين يجوا يستثمروا في مصر. اللي مش عايز يستثمر في مصر هو الخسران، وطول عمر المستثمرين هم اللي بيجروا كده عشان يستثمروا في مصر، اللي مش عايز مع السلامة. فأيا كان هتعملوا ايه في الموجة بتاعتكم دي بتاعت تخويف الناس انها تستثمر في مصر ولا هتعمل حاجة، مش عايزين اللي بيسمعك ومصدقك ربنا معاه يروح يستثمر بقى في قطر في الرياض كده. تاني مفيش أزمة عالمية، الأزمة العالمية خلصت ومحدش بقى يجيب سيرتها في الأخبار، واللي بقى يتكلم عليها بقت الناس تتريق عليه. يعني عمرو أديب وعادل وأستاذ عماد أديب لسه بيتكلموا عن الموضوع ده، بس في مصر لسه الناس يعني الموضوع متأخر شوية. يعني رئيس أمريكا سامع إيلون ماسك مثلا بيتكلم عن الاقتصاد وأزمة اقتصادية فطلع يتريق عليه، بقى مجال للسخرية، وعنده حق في الموضوع ده، لأنه قال إيه؟ قال له هو شركته فيها كده يعني؟ قال له امال الشركات التانية، شركات السيارات التانية زي فورد وزي مش عارف شركات ايه وايه وايه استثمروا في السيارات الكهربائية وبيفتحوا فروع جديدة ومصانع جديدة. تمام، اذا اللي بيتكلم عن ازمة اقتصادية عالمية الناس بقت تتريق عليه. تمام، انت بقى من خلال قناة ام بي سي مصر والاعلام السعودي عايز تطفش راس المال ان هو يستثمر في مصر عشان يروح يستثمر في الرياض وجدة وموسم الرياض، دي حاجة تانية. لكن هتوهم المصريين، انا والشباب على الفيسبوك كله هي ايه، هيوقف الهجمة دي. وانت يا عمرو اديب طلعت من المجموعة بتاعت ثورة 30 يونيو بسبب العك اللي انت بتعمله، ومحدش هيسمع لك، والاستثمار هيخش مصر غصب عن عين اي حد، واللي هيستثمر في مصر هو الكسبان، واللي مش عايز مع السلامة، مش منتحايلش على حد. و الاستثمارات الخليجية في مصر انا شايف ان هي يعني ايه، قرشين يعني بيخش البنك المركزي يدفوا كده سنة سنتين ويرجعوا تاني، ده مش استثمار. كل الاستثمارات في مصر اغلبها مصرية مصرية مصرية، الاستثمار الاجنبي في مصر هو الكسبان، لو خسر مش هيجي، ما فيش حد هيجي يحط فلوسه في مصر عشان مصر والعروبة واحنا عايزين نقف جنبكم، لا ده هو اذا ما كانش هيحسبها اللي هو هيكسب زيه زي ما هيكسب في الامارات او السعودية او في الهند او في امريكا، ما كانش هيفتح فرع في مصر. فيفتح الفرع ويبقى زيه زي غيره، هيعيش الدور بقى اللي هو مجبي علينا لا بالجزمة. تمام،
فتاني الأزمة الاقتصادية خلصت، أسعار البنزين في أوروبا وأمريكا وكندا الناس ابتدت تتأقلم عليها، لكن كل المصانع والشركات والسياحة رجعت زي الأول وبيعينوا ناس والاقتصاد ماشي، فمحدش يقول لكم كلام غلط. سعر بقى الدولار غلي في مصر شوية، في بعض مواد التصنيع متأخرة مثلا من الصين ولا من دولة من بره عشان الطلب عليها كان زيادة جدا الشهور اللي فاتت، عشان بعد كورونا كل الناس فتحت بعد كورونا وكل الناس بتشتغل كل في وقت واحد، وكل الناس طلب مواد بناء ومواد تصنيع في وقت واحد، فالطلبات اتأخرت 6 شهور 7 شهور عدوا، والموضوع ابتدى يبقى فيه انفراجة. مش معنى كده ان في أزمة اقتصادية عالمية فالموضوع خلص. خلي بقى استاذ عمرو اديب وعماد اديب بعد ما يخلصوا 2022 و2023 دلوقتي بقى هيقولوا لنا 2024 و2030 في ازمه اقتصاديه، وهنلعب في الايه، في البخت والايه والتنجيم يعني. تحيا مصر، واللي مش عايز يستثمر في مصر براحته يعني، مش مستني حاجه من حد. شكرا.